أعلنت الحكومة السورية رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها تزامنا مع المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 100%. وسط تفاقم في الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة المحلية وضعف بالقدرة الشرائية لدى السكان بمناطق سيطرة الحكومة السورية، أعلنت الأخيرة رفع أسعار المحروقات بمناطق سيطرتها بنسب مرتفعة. وكالة سانا التابعة للحكومة السورية أفادت أن وزارة الداخلية بالحكومة السورية أعلنت رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث تم رفع سعر اللتر الواحد من مادة المازوت المدعوم إلى 2000 ليرة، في حين ارتفع سعر المازوت المخصص للأفران التموينية إلى 700 ليرة. وبموجب القرار الجديد تم أيضا رفع سعر مادة البنزين الأوكتان 90 المدعومة إلى 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 ب 13500 ليرة للتر الواحد. وحددت وزارة الداخلية سعر المازوت الحر ب 11550 ليرة للتر الواحد، والفيول بأكثر من 7 ملايين ليرة للطن الواحد، والغاز السائل بأكثر من 9 ملايين ليرة للطن الواحد، مهددة بمعاقبة كل من يخالف بنود القرار. لكن اللافت في زيادة أسعار المحروقات أنها جاءت بالتزامن مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100%، ما اعتبر أن هذه الزيادة ستكون دون فائدة، غير أنها جاءت أصلا بعد انهيار كبير ومتسارع للليرة السورية تصبح معها الرواتب بعدها لا تتجاوز 20 دولارا أمريكيا. للحديث أكثر أرحب بضيفي من هانوفر سامر كعكرلي، سكرتير المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي السوري. أهلا بك أستاذ سامر، دائما على شاشة اليوم. يعني بعد شهور طويلة من الدراسات والنقاشات حول زيادة الرواتب، اليوم يخرج مرسوم رئاسي زيادة الرواتب 100% تزامنا مع رفع الدعم على البنزين ورفع أسعار المحروقات. سؤال أي مواطن سوري اليوم يقول هذه الحكومة كيف تفكر؟ مساء الخير لك وللساده المشاهدين. حقيقه مضحك مبكي سؤالك، يعني كيف تفكر؟ ما حدا بيعرف. جيب ادم سميث الان وكارل ماركس خبراء اقتصاد ما رح يعرفوا كيف تفكر، لانه ما عندهم خلفيه عن موضوع الفساد اللي موجود بسوريا. ولكن انا ارجو من كافه القنوات الاعلاميه ومن قناتكم الكريمه عدم تسميه مرسوم زياده الاسعار، هو حقيقه مرسوم قفض او اعدام، هو مرسوم اعدام للمواطن السوري، هو مرسوم خفض للرواتب وليس زياده الرواتب. كيف تفكر هذه الحكومه؟ تفكر بكيف ان ترضي المحتل قصر المهاجرين، لا تفكر، يعني اي حكومه تفكر بشعبها، بمواطنيها، بالفئه الاضعف، بالفئه الاقل حظا. ولكن هذه الحكومه لا تفكر بهذا الموضوع، تفكر كيف تؤمن مدخول مالي للخزينة التي تقع تحت سيطرة نظام بشار الأسد الذي يستخدمها في حربية الشعب السوري. هذا تفكير الحكومة بكل بساطة، ما مخير كريم. يعني هذا المرسوم الرئاسي الذي نتحدث عنه زيادة الرواتب، يعني كان منتظر منذ شهور، كان الدولار تقريبا 8000 ليرة سورية تقريبا، زاد أو ناقص قليلا، اليوم الدولار 15000. يعني كما هل يعني يطبق المثل الذي يقول وكأنك يا أبو زيد ما غزيت؟ نعم، وعمليا الزيادة ولاحظ يعني، وهذا من يعني ديدا نظام الإجرام، نظام الأسد منذ زمن لحظة أسد، بأنه الأسد يصدر مرسوم زيادة الرواتب الأسد، بينما الحكومة تصدر زيادة الأسعار حتى يتلقى ما يسمى بين قوسين رأس الهرم أو رأس النظام المكرمي، وتلام الحكومة. والآن هناك توجيه لهم، عم أرى أنا من صفحات المواليين، على ما يسمى حزب البعث، إذا على أساس في حزب البعث.
نعم أخي الكريم، الزيادات دائما يعني من مو أول مرة، الزيادات دائما كانت تترافق مع ارتفاع بسعر المحروقات. هلا يقال سعر المحروقات بأنه سعر المحروقات أوكي اللي ما عنده سيارة ما بتأثر، لا، سعر المحروقات عندما يرتفع حتى في ألمانيا، يعني حتى في كل الدول، عندما يرتفع سعر المحروقات تنعكس على كل السلع، لأنه كل حوامل الطاقة تدخل في إنتاج حوامل إنتاج كل المنتجات. إذا هذه الزيادة التي وصلت لحد 150% من المحروقات ابتلعت الزيادة. أنا أعطيك مثال بسيط، متوسط المعاشات كان 100 ألف ليرة، كان سعر المازوت هدول ال 100 ألف ليرة كان يعبوا لك 140 لتر مازوت. الآن بعد هذه الزيادة يعني متوسط الرواتب صار 200 ألف، على السعر الجديد بتعبي لك 96 لتر، يعني عمليا هو مرسوم تخفيض الأسعار وليس زيادة، تخفيض الرواتب وليس زيادة الرواتب. نعم الكريم. وإذا أستاذ سامر، هذا سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من قاعدة الإنتاج المحلية، وبالتالي يعني توقف الإنتاج، إذا ذاهبين إلى يعني إفقار جميع الشعب السوري خاصة مناطق سيطرة الحكومة، باستثناء 2% إفقار جميع الشعب السوري، باستثناء 2% اللي هن الطبقة المحيطة المقربة من بشار وأسماء الأسد. لا، لاحظ يعني المدى الصفاقة والوضاعة بأسماء الأسد، بأنه بالطالب، أنا امبارح قريتها بتقريب، بالطالب تجار حلب بأنه هن دفعوا ضرائبهم من سنتين ثلاثة على سعر دولار كذا، ارتفع الدولار، تطالبهم بعد سنتين بفرق الدولار. هن دفعوا، يعني انا علي ضريبه 100 ألف، كان الدولار بليره، دفعت 1000 دولار، الان صار بليرتين، لازم تعطيني فرق. يعني حقيقه وصل لمستوى صفقه النظام، يعني لا مستوى بيعوض عن ايه. نعم اخي الكريم، بهذا المرسوم تخفيض المعاشات ومرسوم وقرار رفع المحروقات هو سيزيد، يعني سيوقف عملية الإنتاج. والآن في أخبار بأنه السرافيس مضربة في السويداء، ومتوقع في موجة إضرابات كثيرة على هذا. حتى استبق هذا المرسوم الرئاسي قبل أيام، أنت تتفضل وتتكلم قبل أيام، كان هناك أيضا زيادة في سعر الأدوية نسبة 50% كذلك. نعم 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 نعم، الأدوية كان من يومين ثلاثة ارتفعت أسعار الأدوية. الآن هذا المرسوم ورفع المحروقات مثل ما تفضلت حضرتك، ومثل ما ذكرت تقريركم، بأنه ستتوقف عملية الإنتاج المتوقفة أصلا، يعني خلينا نقول بين يومينك مصطلح أفضل، ما تبقى من عملية الإنتاج الصناعي والزراعي ستتوقف. إذا نحن قادمين على كارثة حقيقة، وهذا النظام لا يريد أن يعترف، يعني مقابلته مع سكاي نيوز وكأنه هنعمل مقابل 2010، لا يريد أن يعترف بأنه أوصل البلاد إلى حالة كارثية حقيقة. امبارح أول امبارح قبل الزيادة عم أحكي مع واحد عن الأوضاع بالداخل، بيقول لي المعاش بجيب صفتين بيض، هذا ما قبل يعني هذا أول امبارح، صفتين بيض المتوسط المعاشات لموظف درجة أولى، يعني فئة أولى، فما بالك باليمين والفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. حقيقة اليوم في حادثة تمت، ما اجتني خبر، لكن هي بسوريا، وجاني مقطع الفيديو، لكن ما يعني ما تأكدت من وين، لكن هو من الداخل، بس أي منطقة ما عرفت. والمقطع الفيديو موجود طبعا، سوز لكم انه في شخص حرق حاله، العالم ما عم تقدر، حرق حاله من عريضة. يعني تخيل انت انه اب ما يقدر يجيب مستلزمات ابنه. انا امبارح عم اسال سؤال، قال لي كل شيء متوفر، ما في مقطوعه، ولكن ما في قدره عن الشراء. هذه اصعب اخي الكريم، نحن انا من جيل عشت سنه الثمانينات بموضوع حصار، فالسلع كانت غير متوفره، اما الان كل شيء متوفر ولكن لا يوجد قدرة شرائية على الشراء. هذه أشنع فترة الثمانينات. طيب، أيضا هناك توجه وحديث عن توجه حكومي طبعا لرفع الدعم عن المواد الأساسية. باعتقادك هذا الرفع للدعم عن المواد الأساسية، يعني هل سيوقف التضخم الذي تقول الحكومة تتذرع بهذا السبب أنه سيوقف التضخم؟ أخي الكريم، من عام 1970 وأنا عن اطلاع بخبرك،
وانا بحكي فقط عن المواد الزراعيه لاني مهندس زراعي. اي احد يعتقد بانه كان هناك نظام الاسد الاب والابن يدفع قرش واحد من الخزينه دعم فهو واهم. الدعم وهم، وشرح عارف دليله في محاضره الثلاثاء الاقتصادي ودفع عليها استنى محاضرته 10 سنوات سجن. الدعم هو كذبه طلعها النظام، وخاصه بحكي على الامر لا يوجد دعم، وكان يستفاد النظام من فرق القمح القاسي عن القمح الطري ويغطي ما يعني ما يمكن ان نقول عنه. انا لا بسميه دعم، هو عمليه تحايل. الان بالنسبه لسؤالك، في توجه حكومي فعلا برفع الدعم، ولا نفرض جدلا ملح لحكون مواطن عادي يعني انه في دعم. نعم رفع الدعم لن يساهم في اخفاض التضخم، انما سيزيد الفاقه الفقر والعوز عند المواطن السوري. يعني هذا رح يسبب، اخي التضخم لن يقف الا في حالات إعادة عجلة الإنتاج، وهذا غير متاح بوجود نظام أسد بوجود الحرب، وقف العملية العسكرية، تخفيف مصاريف الأفرع الأمنية والجيش، يعني عودة الجيش على سكناته، هذا سيؤدي إلى رفع التضخم، وليس رفع الدعم الحكومي يؤدي إلى رفع التضخم. نعم. في صدر. نعم. أشكرك جزيل الشكر من هانوفر سامر كعكرلي سكرتير المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي السوري، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على كرم وطيب المتابعة. إلى اللقاء.